اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تعالوا في الفيديو دوت هنعمل الدونس بكميات كبيره. لو انت عندك مناسبه او عيد ميلاد او رايح مثلا حفله خطوبه، ممكن تعملي الدونس دوت وتبعتيه هديه. وده فعلا اللي حصل معايا. انا كان عندي خطوبه واحده حبيبتي كده اهوت، فحبيت اعمل لها هديه، فعملت لها كميه دونس حلوه، وعملت لها كمان جاتوه. هعمل لكم الجاتوه في فيديو لوحديه. تعالوا بقى نشوف المقادير وطريقه التحضير. معانا كيلو دقيق، عليه معلقه كبيره خميره، معلقتين لبن بودره، معلقتين سكر، رشه ملح. هنقلب كل المكونات الجافه ديت مع بعض، وبعد كده هننزل عليها بالمواد السائله. وياريت طبعا لو اول مره تشوفوا قناتي اعملوا اشتراك للقناه وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. هننزل عليها بنص كوبايه زيت وهنقلب كل دوت تاني، وبعد كده ممكن معلقتين سمنه، وكمان هننزل لو ممكن تعجني بلبن او ممكن تعجني بميه، بس بلبن احسن طبعا. لو مفيش لبن ممكن علبه زبادي. هقول تاني المقادير: كيلو دقيق، عليه معلقه خميره كبيره، معلقتين لبن بودره، معلقتين سكر، رشه ملح، وهننزل عليه بنص كوبايه زيت، معلقتين سمنه، كوبايه لبن، وميه دافيه للعجن. هنعجنها وبعد كده هنسيبها لمده نص ساعه تخمر معانا. ولو الجو شتاء هتسيبيها لمده ساعه، ولو الجو صيف هتسيبيها ربع ساعه. تمام. وبعد ما خمرت معانا بقى هنبتدي نقرصها كده، وممكن تعملي الاشكال اللي اولادك بيحبوها، شكل دايره، شكل دونس، شكل مثلث. وبعد ما نحملها ونحشيها هنعمل معانا صوص الشوكولاته النوتيلا، وهنحشيها مع بعض. هفردها كده بالشكل دوت واقطعها معاكم اشكال مختلفه، كذا شكل ممكن يعجبك، الشكل اللي يعجبك اعمليه. هعملها بالكوبايه كده، او لو عندك قطاعه ممكن تعمليها بالقطاعه بتاعه الدونس. وكمان حاولي بقى تكون تخينه شويه، وكمان هي هتخمر معاكي فما تخليهاش رقيقه. يعني انا كده يعتبر رققتها شويه، لا خليها تخينه كده شويه. واهم حاجه خطوه التخمير، ان احنا بعد ما شكلناها هنسيبها تخمر تاني. وبعد كده ممكن تحطيها على ورق زبده وتحطيها تعملي تقليها في الزيت، ممكن تدخليها في الفرن، انت اللي يريحك. لو بس النتيجه الطعم الاحلى ان انت لو قليتيها في الزيت. فاحنا هنقلي الكميه كلها في الزيت. الشكل الاول هو شكل الدايره، الشكل التاني هنعمله كده اهو. هنعمل دايره ونقطعها مثلثات، ممكن تعمليها مثلثات كبيره او مثلثات صغيره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كيلو دقيق هرمي معاك كميه كبيره جدا، ممكن تعملي ربع كيلو، ممكن تعملي نص كيلو لو هتعملي انت ايه واسرتك بس. انا كنت عامله كميه كبيره عشان دي كانت رايحه حفله خطوبه صغيره كده اهوت، فكانت رايحه هديه يعني. برضو عندي مج، عملت شكل الدونس بقى كبير شويه. لو ما عندكيش القطاعه بتاعه الدونس هتتصرفي طبعا. هنقطع بقى برضو بكوبايه، ونجيب غطاء ازازه ونقطع بيها من النص بالشكل اللي انت هتشوفوه دلوقتي. اهم حاجه هنسيبها تخمر تاني. انا عندي هنا غطاء ازازه هعمله بالنص كده اهو، تبقى معانا شكل الدونس، بس حاولي تخليها سميكه شويه عن الشكل ده. هسيبها تخمر تاني. وبعد ما خلصت الكميه بصوا ما شاء الله ارتفعت ازاي. هنبتدي بقى نقلي، وممكن تعمليها في الفرن لو انت عايزاها خفيفه شويه، بس في الزيت هتديكي طعم احسن طبعا. بصوا ما شاء الله انتفخت وزادت معايا ازاي، ده ضعف حجمها، ضعف بالظبط. هحطها بقى في الزيت، وخلي بالك ان هي بتستوي على طول. لو انت عايزاها بقى لونها حماريه خفيف او حماريه تقيل براحتك. هنبتدي بقى احط الزيت كده عليها من وش، هتلاقيها بتفقفق معاكي او بترتفع معاكي، بتنتفخ بمعنى اصح. وبعد كده هنطلعها، ممكن بقى تحطيها عليها شربات، هنحط عليها صوص الشوكولاتة هنعمله دلوقتي مع بعض، ممكن تحط عليها سكر ناعم، كراميل بقى تحطي كراميل، او تحطي اللي هو الكريمة ديت هقول لكم عليها عشان مش فاكرة اسمها دلوقتي خالص. بصوا عملت الكمية كلها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ممكن تحط عليها كراميل نفسه. احنا بقى نعمل، تعالوا بقى نعمل مع بعض صوص الشوكولاته. بصوا ما شاء الله شكلها جميل جدا، تحفه ما شاء الله. والقتله بالله ممكن تعملي ربع كيلو، هتعملي كميه حلوه لاولادك، فرحي اولادك ولو بحاجات بسيطه جدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هعمل بقى الكميه كلها. تعالوا بقى بينا نشوف هنعمل صوص الشوكولاته المشهور جدا دلوقتي، بقى مشهور جدا ازاي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معانا كوبايه لبن، هنضيف عليها كوبايه سكر، وهنضيف عليها معلقتين كاكاو كبار، و
وهنضيف عليها اللهم صل على النبي نص كوبايه زيت والفانيليا. الزيت بيتحط اخر حاجه، ولو عايزه طعم بقى النسكافيه ممكن تضيفي عليها معلقه نسكافيه. الزيت بنحطه اخر حاجه تدريجيا لغايه ما توصلي للقوام اللي انت عايزاه. لو عايزه الخليط بتاعك تقيل كتري الزيت، لو عايزه خفيف قللي الزيت. ويفضل نوع زيت كويس، ما يكونش زيت تموين ولا حاجه لانه بيكون ليه ريحه مش حلوه. يفضل زيت يكون نوع كويس. كده عملنا الصوص الشوكولاته بتاعنا، ما شاء الله تقيل جدا، وكمان لو حطيتيه في التلاجه هيتقل عن كده. النوتيلا بقى نفسها بتتعمل من بندق، بتتعمل من سوداني، غير الصوص ده خالص. تعالوا بقى عملنا كده كميه كلها، نبتدي بقى ايه نجيب قمع ونحط فيه صوص الشوكولاته اللي احنا خلصناه دوت، وعندنا كمان سكر ناعم للتزيين، ونزينها بالشكل ده. هنعمل الكميه كلها، طعمها كان حكايه ما شاء الله ولا قوه الا بالله. بص انا عملت كميه كبيره ازاي، يعني ممكن تعمليها في عيد ميلاد الاولاد هيفرحوا بيها، تعمليها في مناسبه كده هو حفله خطوبه، تعمليها لحبايبك رايحه زياره كده هو، حاجات حلوه في العيد ممكن تعمليها كمان، جميله جدا ما شاء الله. انا عملت كميه كبيره وابتدي ارصصها معاكم كده اهو في علبه الجاتو، هرصصها بالشكل دوت. والمقادير مش مكلفه خالص، يعني كيلو دقيق هرمي معاكي. انا عملت اكتر من 100 قطعه دونس ما شاء الله ولا قوه الا بالله، تفرحي بيها حبايبك. لو عجبكم الفيديو طبعا ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.